بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ده الفيديو اللي احنا بنعمله علشان ابص فيه معاكم على الاسئله الصعبه اللي في الهوم ورك. مش شرط الاسئله الصعبه، الاسئله اللي فيها فكره انا عايز اشرحها لك تاني، يعني وكاني بشرح الدرس للمره التانيه. خلي بالك فيديو الهوم ورك مهم جدا، في ناس بتكسل تسمعه او تتفرج عليه. يا مستر انا حليت الهوم ورك كان كويس، بعد اذنك اتفرج على فيديو الهوم ورك، لان في حاجات معينه بشرحها لك وكاني بشرح الدرس للمره الثانيه. يبقى فيديو الهوم ورك انا بنقي فيه الاسئله اللي فيها فكره اللي انا عايز اثبتها لك مره ثانيه. كمان ببص على الاسئله اللي بعضكم شايفها صعبه. اي سؤال انا سبته ما شرحتوش انا شايف انه سهل وانت شايف انه صعب، بتبعت لنا على الجروب بتاعتك. هشرح لك السؤال، هجاوبه لك فويس مسج، يعني هعمل لك ريكورد، هكلمك، يعني هشرح لك السؤال وكاني قدامك زي كده بالظبط. تمام؟ طبعا انت اكيد ذاكرت الدرس بالكامل، حليت الهوم ورك، وزي ما اتفقنا 10 10 انت بتصحح لنفسك من الجايد انسر بالقلم الاحمر. السؤال اللي بتلاقي اجابتك فيه مختلف عن الجايد انسر، بتدور في دماغك تاني، بتدور في الملزمه. اذا اقتنعت انك انت غلط تمام، ما اقتنعتش بتعلم على السؤال ده وبتنتظر الفيديو ده. اما ان السؤال اللي انت علمت عليه ده انا شرحته في الفيديو خلاص كده وصل لك، او انا عديت وانا شايف ان هو سهل، بتبعت لي السؤال ده على الجروب بتاعتك. افتح ملزمه الهومورك على هومورك الحصه الثانيه، العنوان Oxidation States of Transition Elements، طبعا تحديدا of the first series. زي ما قلت لك مش اي سؤال هحله، انا مش عايز السؤال نمبر 1 تمام ولا 2 ولا 3، انا عايز السؤال 5. بيقول لي all transition elements of the first series have more than one oxidation state except. يعني ايه يا مستر؟ بيقول لك يعني كلهم عندهم oxidation numbers كتيره، بلس 2 بلس 3 وبلس 4 وبلس 6 وبلس 7 ما عدا اثنين. الاثنين دول يا مستر الاسكانديوم والزنك، جروب 3 بي وجروب 2 بي، لان الاسكانديوم ملوش غير اوكسيديشن ستيت واحده بلس 3، والزنك ملوش غير اوكسيديشن ستيت واحده بلس 2. يبقى الاجابه اي اند بي، ها الاسكانديوم بلس 3 اونلي، الزنك بلس 2 اونلي. لما ناخد بالنا يا جماعه من الاسئله اللي فيها اكسبت دي. تمام اوكي. سؤال 8 بيقول لي if the unit formula، عايز القلم السؤال ده. بيقول لك ان اليونت فورمولا، اليونت فورمولا بتاعت كومباوند X2O3، اليونت فورمولا بتاعت هذا الكومباوند X2O3، and if the element X is transition element، ال X ده transition element، therefore the element may be. بص يا ابني، لما يقول لي X2O3 وعايز يعرف مين الاكس ده، هعرفها من خلال الاكسيديشن نمبر بتاع الاكس هنا. طب واحنا بنحسب الاكسيديشن نمبر ازاي؟ احنا بنعمل كده، بننزل الاكس باسمه 2x، الاهايه بماينس 2، وهم 3 هضرب في 3 وهساوي بالزيرو. لو حليت الايكويشن دي هتطلع الاكس هنا الاكسيديشن ستيت بتاعتها بلس 3. مين في الحاجات دي كلها عنده الاكسيديشن ستيت بلس 3؟ الاسكانديوم اونلي، لان الزنك اخره بلس 2 والكبر برضو اما بلس 1 واما بلس 2. تمام، نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لي ترانزيشن ايليمنت اين، ترانزيشن ايليمنت اين يس اكس وعليه 3 بلس. تمام، اكس وعليه 3 بلس، يعني هذا الاين الاكسيديشن ستيت بتاعته 3 بلس، يعني هذا الاين جاي من اتوم اسمها اكس عامله لوز ل 3 الكترونز. بيقول لي هذا الاكس، هذا الاكس اللي هو 3 بلس، الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه 18 ارجون 18 4s مصفره 3D5.
هو عايز يعرف الاكس اللي جابت الاين ده. الاكس اللي جابت الاين ده المفروض عملت لوز لتلاتة الكترونز. طبعا برضو عندها ارجون اهو يس، وعندها الفور اس فيها كام والثري دي فيها كام. عايز تعرف مين الاكس اللي جابت الاين ده. هو الاين ده ايه؟ اكس عامله لوز لتلاتة. طب رجع التلاتة، لو انا رجعت التلاتة الفور اس هتاخد منهم كام؟ اتنين. عايز ارجع واحد كمان هدخله على الدي 5 هتبقى دي 6. هو بقى بيقول لك بعد اذنك انا عايز الاتوميك نمبر بتاع الاكس دي. اجيب الاتوميك نمبر ازاي؟ اجمع الايتين على الاتنين اللي في الاس على الستة اللي في الدي، فهيطلع 26. كده الاجابة اتعرفت. تمام. السؤال 10. السؤال 10 بيقول لي the electronic configuration، عايز الالكترونيك configuration بتاع الايرن في مين؟ عايز الالكترونيك configuration بتاع الايرن اين، الايرن اين الموجود في الكومباوند ده. يعني يا ترى الاف ايه اللي عايشه جوه الكومباوند ده، بلس 2 ولا بلس 3 ولا ايه؟ اعمل ايه؟ اروح كاتب كده الكومباوند على جنب في درافت عندي اف اي 2 اس او 4 اول 3، وابدا احسب الاكسديشن ستيت، الاكسديشن نمبر للاف اي. انزل الاف اي باسمها، خلي بالك هما اتنين، الاس او 4 في ورقه الرولز بماينس 2 وعددهم تلاتة. لو انت سويت بالزيرو هتطلع لك الاف اي ببلاس تلاتة. هو عايز الالكترونيك كونفيجريشن اتوم دي ولا اين؟ لا دي اين يا مستر. فانا عشان اعرف الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الايرن بلاس تلاتة لازم الاول اوزع الاتوم بتاعته. قلنا الحصة اللي فاتت علشان اوزع الاين لازم اوزع الاتوم بتاعته. الايرن 26 يعني ارجون 18، هشيل ال 18 من 26 باقي 8، 4s 2 من ال 8 اتبقى 6 في الدي. هو عايز ال FE 3 بلس. ال FE 3 بلس يعني ايه؟ يعني FE هنقصها 3، فهشطب الاثنين دول اخليهم 0 وهشطب ال 6 اخليهم كام؟ 5. يبقى انا ادور على الاجابه اللي بتقول لك ارجون 18 4s 0 3D 5 ولا ايه؟ خش يا مستر على اللي بعده، ما عندناش وقت. 11 بيقول لي the correct unit formula، عايز ال correct unit formula بتاعت الاسكانديوم اوكسايد. يا ترى الاسكانديوم اوكسايد نكتبه ازاي؟ الكيميكال فورمولا بتاعته يا مستر. اسكانديوم اس سي اوكسايد او، الاسكانديوم ملوش غير اوكسيديشن ستيت واحدة بلس 3. ولما اقول لك الاوكسيديشن ستيت للاسكانديوم بلس 3 يعني الفيلنسي 3، اما الاوكسايد الفيلنسي 2. يبقى المفروض الاسكانديوم اوكسايد اس سي تحتها 2 او تحتها 3. بدور على الاجابة دي. تمام اوكي. طيب نيجي للسؤال نمبر 12، برضو بيسألني عن اليونت فورميلا بتاعت مين؟ بتاعت الزنك كلورايد. اليونت فورميلا بتاعت الزنك كلورايد يا مستر، زنك زد ان كلورايد سي ال. الزنك ده في جروب 2 بي، مالهمش غير اوكسيديشن ستيت واحده بلس 2. الزنك الاوكسيديشن ستيت بلس 2 يعني الفيلنسي 2. الكلورايد الفيلنسي 1، بنبدل الفيلنسي، ال1 مش بيتكتب. يبقى ادور على زد ان تحتها 1 سي ال تحتها 2، لان الزنك في 2 بي و 2 بي الاكسديشن ستيت بتاعتهم بلس 2. ولما اقول لك ان الاكسديشن ستيت بلس 2 يعني الفيلنسي ايكوال 2، لان انا لما باجي اكتب كيميكال فورمولا انا بكتبها فيلنسي، يعني بكتب الاكسديشن نمبر بس من غير الساين. تمام يس. خد السؤال نمبر 13. السؤال نمبر 13 بيقول لك، خلي بالك امسك السؤال نمبر 13،
بيقول لي which is correct choice about scandium plus 3 and scandium plus 2. يا مستر مش محتاجة دي، الاسكانديوم بلس 3 الدي 0 والاسكانديوم بلس 2 الدي 1، لان ده خسر 3، خسر الاثنين اللي في الاس والواحد اللي في الدي، ده خسر الاثنين اللي في الاس بس، يبقى الاسكانديوم بلس 3 ستيبل، اما الثاني ليس ايه؟ ليس ستيبل، يبقى الاسكانديوم 2 ليس ستيبل زان الاسكانديوم 3. تمام. The reduction of SC plus 3 to SC plus 2. اولا انت عارف يعني ايه reduction؟ طبعا reduction يعني الحاجة ايه؟ يعني الحاجة تجين. reduction يعني جين. طب scandium plus 3 S0 D0 stable عشان يجين ويتحول لscandium plus 2 اللي هو S1 D S0 D1. تمام؟ scandium plus 2 S0 D1 من غير حتى يا مستر ما تكتب ان الاسكانديوم 2 S0 D1، من غير ما تكتبها، مش انت خلاص قلت لي ان الاسكانديوم بلس 3 ستيبل؟ طب ازاي حاجة ستيبل هتجين؟ ده انت عشان تخليها تجين العملية دي هتكون سهلة ولا صعبة؟ صعبة. يبقى الاسكانديوم بلس 3 عشان يحصل له ريدكشن، عشان يجين الكترون ويتحول لاسكانديوم بلس 2، دي عملية صعبة. بمجرد بس ما عرفت ان الاسكانديوم بلس 3 الدي 0 يعني ستيبل. تمام. اوكي بسم الله. هات لي كمان السؤال نمبر 19. السؤال 19 بيقول لك ان الاكسيديشن بروسيس، عمليه اللوز يعني، للترانزيشن اليمنتس بيكمز ديفيكلت فروم ليفت تو رايت. قلنا سبب ولا سببين؟ قلنا سببين. السبب الاولاني من تانية ثانوي، قلنا عشان الراديوس بيقل ناحية اليمين، فالالكترونز بتاعت السطوح بتقرب من النيوكليس، فالنيوكليس بتمسكها كويس، فعملية اللوز بتكون صعبة جدا جدا، فالاتوم ما بتقدرش تخسر كل الكترونز الاس والدي. الحاجة التانية قلنا من اول الايرن لغاية الاخر النمبر اوف بيرد الكترونز بيزيد، ولما النمبر اوف بيرد الكترونز يزيد اللوز يبقى صعب. تمام. يبقى الاجابة هنا ها A و B. يس. الايونيزيشن انرجي بتزيد لان الراديوس بيقل، لما الراديوس يقل الايونيزيشن انرجي تزيد، والبيرنج الكترونز عددهم بيزيد. السؤال 20 بيقول لك الايرن تراي سلفيت، عايز القلم السؤال ده. الايرن تراي سلفيت، ايرن تراي يعني ايرن الفيلنسي بيساوي 3، والفيلنسي 3 يعني بلس 3 الاكسيديشن نمبر يعني. فلما تيجي تكتب الايرن تراي سلفيت، ادي الايرن ادي السلفيت، قال لي الايرن تراي يبقى 3 والسلفيت ب 2، يبقى الايرن تراي سلفيت اف اي 2 اس او 4 all 3. اما الايرن داي سلفيت، الايرن داي يعني الفيلنسي ب 2 يعني بلس 2 يعني، والسلفيت ب 2، طبعا الاثنين تمشي مع الاثنين، طلعت اف اي اس او 4. من غير ما اضيع وقت واحسب، هو قال لك ان الايرن اللي هنا تراي، الايرن اللي في دي تراي، وايرن تراي يعني بلس 3، اما الايرن اللي في دي اصلا هو قال لك داي، يعني من غير ما احسبها كده الايرن اللي هنا بلس 2، وللمره العاشره قلنا الايرن بلس 3 لما وزعناه اس 0 دي 5، ودي 5 يعني ستيبل، اما الايرن بلس 2 اس 0 دي 6 يعني ليس ستيبل. يبقى دور على الاجابه اللي بيقول لك فيها ان الايرن تراي سلفيت مور ستيبل. تمام. 22 الماكسيمم اوكسيديشن ستيت، عارف يعني ايه الماكسيمم اوكسيديشن ستيت؟
يعني هذا الاليمنت اللي ده توزيعه يقدر يخسر لغاية كام؟ اكتر حاجة يخسرها لو انت عايز تجيبها من الالف للياء انا معاك. لازم اعرف الاليمنت ده مين اصلا عشان اعرف هو يقدر يلوس كام ماكسيموم. لازم اعرف هو مين. اوكي، هو بيقول لك اس 2 دي 5. نفترض ان هو في الفيرست سيريس، يعني 4 اس 3 دي. طب ودول وراهم ارجون ولا لا؟ ارجون 18. طب 18 و2 و25 و5 يطلع كام؟ يطلع 25. طب مين ال 25 ده؟ المنجنيز. بس يا مستر ده هو ايه اللي ان وان ماينس 1؟ ماشي يا حبيبي، ما هو اول واحد في العيله زي اخواته. تمام؟ طب مش المنجنيز ده في جروب 7B؟ وقلنا 7B دول يقدروا يخسروا كل الكترونز، يقدروا يخسروا كل الكترونز الاس والدي، يعني يقدروا يخسروا 2 ويقدروا يخسروا 5. طب 2 و5 يعني اعلى حاجه يخسروها كام؟ 7. طب يا مستر هو انا لازم ارجع الاليمنت الاصله عشان اعرف كده؟ لا يا حبيبي، الاس فيها 2 والدي فيها 5. خلاص، مين الدي 5 ده؟ مين ده اللي هو اس 2 دي 5؟ المنجنيز. واحنا قلنا لغايه المنجنيز الاتوم تقدر تخسر كل اللي عندها، اما من بعد المنجنيز الايرن، هل الايرن يقدر يخسر كل اللي عنده؟ هتلاقي الاس فيها 2 والدي 6. 2 و6 8. هل في ورقه الاكسديشن نمبرز بتاعت الايرن مكتوب بلس 8؟ يبقى من اول الاسكانديوم لغايه المنجنيز الاتوم تقدر تخسر كل الالكترونز الاس والدي، بس من بعد المنجنيز. لو جالي السؤال ده على حاجه بعد المنجنيز لازم افتح التيبل بتاع الاكسديشن ستيت واشوف الاليمنت ده يقدر ماكسيمم يلوز كام. يعني الايرن ماكسيمم يلوز 6، تمام، الكوبالت ماكسيمم يلوز 4، وهكذا. يبقى اول ما قال لي اس 2 دي 5 عرفت انه منجنيز، فعرفت الاجابه على طول. بيقول لي السؤال ده 23، ذا ماكسيمم اوكسيديشن ستيت اوف ميركوري. اعرف منين الميركوري ده يا مستر؟ عيب يا ابني، افتح بريدكت تيبل هتلاقي الميركوري اتش جي تحت الكادميوم سي دي، وهتلاقي السي دي تحت الزنك. يعني الميركوري ده في عيلة الزنك، عيلة الزنك اللي هم اسمهم الجروب 2B، والجروب 2B في التيبل بتاع الاكسديشن ستيتس، جروب 2B الجدول بتاع الاكسديشن ستيتس مالهمش غير رقم بلس 2. جروب 2B لا توجد لهم اي اكسديشن ستيت اكسبت بلس 2. يقول لك اتش جي، يقول لك سي دي، يقول لك زنك، هي بلس 2 خلاص. طب 24، the maximum oxidation state of NS2 N-1D10. S2D10 group 2B، S2D10 group 2B، وارجع للتيبل بتاع الالكترونيك كونفيجريشن، وجروب 2B الماكسيمم اوكسيديشن ستيت بلس 2. شايف السؤال جه بطريقه مختلفه؟ تمام. السؤال نمبر 33، بيقول لي ذا اوكسيديشن ستيت بلس 1 فور ترانزيشن اليمنت كان بي ريلايزد وين لوزينج الكترونز. منين؟ بلس 1 ترانزيشن اليمنت خسر واحد الكترون، من الدي ولا من الاس؟ من الاس. واحنا عارفين ان الاس ان والدي ان ماينس 1، يبقى الاجابه هقول له من الان اس. تمام، اول الكترون بيطلع من الاس، قلنا بنلوز من الاس الاول علشان الاس في الليفل الابعد بعيد عن النيوكليوس. مش مستاهله ده يا مستر. 34 بيقول لي ان اين هاز 18 الكترونز. عايز القلم دي، انا معاك اهو. بيقول لي ان اين، هذا الاين عنده 18 الكترونز ان ذا اوتر موست شيل. يس، يبقى مين ده؟
خلي بالك عنده 18 الكترون في ايه؟ في الليفل الاخير الاوتر موست شيل. يا ترى ينفع يكون الكبر؟ طب ما تيجي نمسك الكبر كده اللي هو 29، تعال نوزعه. طالما قال لي الاوتر موست شيل والسؤال ده كده يدي على تانية ثانوي، ها، فافضل لي احلها اس بس 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d9 وكبر اتوم. ما ينفعش على طول الاتنين دي تبقى واحد والتسعة دي تبقى 10. غير يا مستر لون القلم. حاضر يا ابني. فالكبر بلس 1 يعني ايه؟ يعني هنمشي الواحد ده هيبقى 0، يعني كده وكأن الفور اس مش موجودة. فين بقى الاوتر موست شيل؟ الاوتر موست شيل الدور الاولاني اللي هو الكي، ولا الدور الثاني اللي هو ال، ولا الدور الثالث اللي هو الام؟ طب اجمع فيه كام الام؟ 2 في الاس و6، هجمع اهو 2 و6 و10 اجمع 18. يبقى لما اتشيك الكبر طلع الكبر 1 هو الاجابه. بس اوعى تنسى بيقول لك عنده 18 في الاوتر موست شيل. يعني ايه الاوتر موست شيل؟ يعني الليفل الاخير اعلى دور يعني. طبعا بعد ما الاس بعد ما الاس خليناها 0، ما هو كبر بلس 1 اصبح الدور الاخير الثالث، وفعلا الدور الاخير فيه 18 الكترون. اوكي بيقول لي طيب which of the following elements doesn't show variable oxidation states؟ مين في دول ما عندوش oxidation states كتيرة؟ اكيد يا مستر اما حاجة من 2B او الاسكانديوم او حاجة من 3B. لقيته جايب لي الكادميوم. الكادميوم ده من 2B، واحنا قلنا 2P ما لهمش غير oxidation state واحدة. تمام، ما تمسك. فين السؤال اللي هرب مني ده؟ ايوه 38 بيقول لي the following represent the outer electronic configuration of atoms. The highest oxidation state is achieved by which one of them؟ يعني مين في دول تقدر تلوز اكبر عدد ممكن؟ بص the highest oxidation state اول واحد 3 و2 5، 3 في الدي و2 في الاس، يعني ماكسيمم يلوز 5. 5 و1 6 ده ماكسيمم يلوز 6. تقول لي يا مستر طب ما 2 و8 10. لا، ما احنا قلنا لغايه المنجنيز، لغايه المنجنيز نقدر نصفر الاس والدي، لكن دي 8 ده جروب 8. خدت بالك؟ مش احنا قلنا من اول الاسكانديوم لغايه المنجنيز الاتوم تقدر تخسر كل الالكترونز اللي في الاس والدي؟ اه. فانا مش وخلاص عندي، فانا قلت الاجابه بي لان دي 5 واس 1 ده جروب 6 بي ودول يخسروا 6، لكن دي 8 لا ده عدينا المنجنيز كده، دي 10 عدينا المنجنيز، يبقى اعلى اوكسيديشن ستيت يوصل لها مين في دول؟ نمبر بي. تمام. خد السؤال ده كمان. بيقول لك the first ionization energy of copper is higher than sodium. لما يقول لك الionization energy بتاعت حاجة أعلى، ده معناه إن الاتراكشن فورس بتاعت النيوكليس قوية. الكبر اتوميك نمبر 29 عنده 29 بروتونز، و 29 بروتونز ماسكين الالكترونز كويس. اوجهها له العكس، اقول له عشان الصوديوم اتراكشن فورس النيوكليس ضعيفه. هو جايبها لي بنفس النص اهو، بيقول لي اتراكشن فورس اللي ما بين الفالنس الكترونز والنيوكليس في الصوديوم ليسر زان الكبر. تمام. السؤال 42. يس السؤال 42 بيقول لي ايه؟ the pair of ions. The pair of ions. تمام. The pair of ions having
سيم الكترونيك كونفيجريشن. عايز الالم دي بالرغم ان احنا حليناها في هوم ورك الحصه الاولى. بيقول لي ذا بير اوف اينز اللي عندهم نفس الالكترونيك كونفيجريشن. تمام يا مستر، هقعد اجرب اسلم حاجه لاجابه السؤال انك تجرب، بس ممكن تنشن كده كروميوم 3 وايرن 3، يعني صعب دول يكونوا زي بعض، لان الكروميوم 24 والايرن 26 ده خسر 3 وده خسر 3، استحاله يكونوا زي بعض. لكن انا بشك في الايرن 3 والمنجنيز 2. بص الايرن 3 طبعا عشان اوزع الايرن 3 لازم اوزع الايرن العاديه اللي هي 4S2 3D6. اخليها 3 ازاي؟ امشي الاثنين دول اخليهم 0 وامشي دول اخليهم 5، صح كده؟ طب المنجنيز 2 لازم اوزع المنجنيز اتوم الاول، ودي عباره عن ارجون 18 4S2 3D5. فالمنجنيز 2 انا همشي الاثنين دول، يبقى مين فيهم ها اللي شبه بعض؟ الايرن 3 والمنجنيز 2. يبقى انت بدل ما تقعد تجرب كله شغل دماغك. كروميوم خسر 3 وايرن خسر 3، طب ده الكروميوم 24 والايرن 26 يبقى دول استحاله هيكونوا زي بعض، يبقى ما اضيعش وقت ان انا اشوف دول اجابه ولا لا. فهمتني؟ تمام. اوكي بسم الله. السؤال نمبر 50 بيقول لي when K2MnO4، برضو دي عايزه القلم، استاذنك يلي مستعجل اصبر. تمام. بيقول لي when converting K2MnO4 الى KMnO4 the change in the oxidation number of manganese. طبعا لازم احسب المنجنيز هنا بكام، وبعد كده احسب المنجنيز هنا بكام. طب انت هتحسب ازاي؟ هقول لك، عيب تسألني السؤال ده، انا هعمل كده وهعمل كده، هنزل الام ان باسمها الكهاية 2 بلس الكهيتين، الكهاية 1 بلس يبقى الاثنين 2 بلس، الاهاية ماينس 2، الاربعة اضرب في اربعة هساوي بالزيرو. لو انت كملت حل هيطلع الام ان هنا بلس 6. كمل بقى في البيت ما ضيعش وقتي. والام ان هنا حسبناها مليون مرة، نزلنا دي الكهاية بلس 1، الاربع اهات بماينس 8 سويت بالزيرو، طلعت الام ان بلس 7. يبقى التغير اللي حصل في الاكسديشن نمبر بتاع المنجنيز بلس 6 بقى بلس 7، يبقى التغير قيمته كام؟ قيمته بلس 1.